السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ ربنا يرزقكم الجنة ونعمها. النهاردة الحلقة بحاجة بسيطة جدا، بما ان الصيف داخل وفي ناس كتيرة بتروح تجيب نباتات كتيرة من اي مكان. هو مش نصايح، يعني حاجة بسيطة جدا. لو قررت انك تروح اي مشتل تجيب نباتات معينة، رقم واحد تخلي بالك انت لو جبت مسك الليل، خلي بالك ان هو ما بيحتاجش شمس شديدة، ما بيحتاجش ظل شديد، خلي بالك ان هو تربيته صعب شويه. هو وصارو الليمون، الصارو الليمون من النباتات الظل، بس برضك بتحتاج نسبه شمس وبتبقى عاوزه رعايه يعني خاصه شويه. فلو انت عاوز حاجه بزهره وحاجه بريحه، هات حاجه من الانواع دي. الورد البلدي من النباتات اللي هي عامله زي الصبارات، بتحتاج العطش علشان خاطر الزهره تلوز وتطلع وتفتح. الياسمين البلدي من النباتات اللي بتتحمل الشمس جدا 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 جدا. نبات الشبر فايد او الياسمين العراقي من النباتات التحفه جدا برضو اللي بتتحمل الشمس. طيب بقى عايزين حاجه تانية بروايح، نبات اللافندر، العطر البلدي، الكولونيا، النعناع السعودي شويه بيتحمل الحراره، كل دي نباتات برائحه. النعناع البلدي مش عاوز شمس شديده طبعا لانه بيحروق، فعاوز عايز ظل اللي هو الظل المغربل اللي وصل له شمس مثلا من بعد الساعه، من بعد العصر، او بتعمل له شيء زي شبكه كده وبتحاول الضوء يوصله لكن بطريق غير مباشر مش دايركت يعني. برضك من النباتات اللي بتتحمل الشمس في الصيف عندك الجهنميه، بس ملهاش ريحه، هي زينه بس. انما كل اللي قلت عليه من شويه دول كل ده ريحه، له رائحه يعني. اللانتانا قمارة او نبات ام كلثوم من النباتات برضو اللي بتتحمل الحراره جدا وبتظهر طول العام، لكن في الشتاء بتقل ظهرتها شويه، بتبقى محتاج تسميد. وجميع النباتات بيجي في فتره كده من الشتاء، غالبا بتكون مثلا شهر 12 وشهر 1، بيبقى النبات في حاله سكون، النبات ما بيكبرش، النبات لا بيكبر ولا بيلوز ولا بيزهر ولا الكلام ده خالص، بيبقى في حالة سكون، في حالة ارتخاء، علشان تقومه على حيله وتديله نفس شوية. فانت بتسمده، بتسمده بأي نوع بقى من السماد، ممكن تسمده ب مثلا ب ان بي كي، ميكستون، بوتاسيوم، فوسفور، بتسمده انت بمجموعة ايه، عناصر كبرى وعناصر صغرى بتشد حيله شوية، لكن مش هيبقى معاك برضك لان هو في الحالة دي بقى في حالة سكون. تمام. الحاجة التانية من النباتات برضو اللي هتتحمل معاك الحرارة في الصيف الصبارات بجميع أنواعها، صبر بقى الألوفيرا، ودن الفيل، فك التمساح، صبار الكلانشو، صبار وردة، جلد النمر، جلد النمر الكزمي، صبار الصوابع، صبار الخرشوف، كتير جدا 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 من الصبارات اللي بتستحمل، عامة القاضي، الشمعدان، كل ده صبارات بتستحمل الحرارة. فانا حبيت اقول لك كده شويه النصايح دول، تمام، وتخلي بالك الري هيبقى من بعد المغرب، من بعد المغرب او الفجر الصبح، حاول تتجنب او تتلاشى الري في وقت الحراره. بس كده. فلو في اي سؤال انا هرد عليكم في الكومنتات. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، هي سريعه سريعه كده، بس حبيت اقول لكم على النصايح دي. وكل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم طيبين، ويا رمضان كريم عليكم على الامه الاسلاميه جميعا، والله اكرم سبحانه وتعالى عز وجل. سلام.